السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل الحديث هذه الليلة في الفوائد المستخرجة من قول الله تبارك وتعالى في آخر هذه السورة الكريمة، سورة الفاتحة، من قول الله تبارك وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درس جينا ودرس جي تضبي طبنات كسا بسنا دروستي تحنا هايد رمضان كينو سو سعودين ولنا وحن هكو دجرنا وحيالها لقفا إيدي سنيو أما كتدبرك إيه وحيالا فوائد لغلا صوبحيو سورة الفاتحة عاون إن شاء الله تعالى وحي نسي ودي دونا أما ما أنتنا وحي نسي ودي دونا فوائد لغلا صوبح سارو قولك ألي صراط الذين أنعمت عليهم. سيدي أي نصوت المعني سورة دني وسورة آد أقيمة بدن ana duruusta haddii aad dhegaystana mada socotinaad ku ogaan doontaan. Marka maanta waxaynu ka bilaabaynaa maa yu'khadu min idaafati siraati ila almuncami calayhim, waxaa laga qaadanayo u tiirinta loo tiiriyey ama loo idaafeeyey jidka kuwa marka loo nicmeeyey. Ila aayadu waxay leedahay siraata aladiina ancamta calayhim, kuwii jidkooda rabbiyow aad u nicmaysay. إيه إضافة مركا أو إلهي أو أن نعمه تؤتير انت مركا لو تيري صفة مركا لتلمامي أه صراط الذين أنعمت عليهم وحلقة قاعدان يا ولا ليال جد كان توسا إنو ياي جد أو نقف كو كان دادال كيسا إيه كرتديسا إيه عقل كيسا إيه أي تهي قف كو جد كو إن إلهي سبحانه وتعالى نعمة حقيسا كتم دي أي تهي. Sidoo kale waxaynu ka qaadanaynaa hidaayadu inay tahay Alla subxaanahu wa tacaala waxyaalaha oo dadka ugu nicmeeyo ay minax tahay oo Ilaahay deeq oo bixiyo ay tahay oo addoommihiisa qaarna masaajidaday usoo hiloobaan, qaarna masaajid marka ay maqlaan way jiridhiic ka gacda allergic oo ku dhacaayo marka ay ka cararaan. Haddaba qofkan Ilaahay ou qalbigiisa masaajidka ku soo jeediyo ee usoo hiloobaya إنو آمنا وي سيدا آياتنا أي تلمام سورة الفاتحة إلهي أياء النعمي والنعمة إلهي بحيو عدو دون أيو سي الله سبحانه وتعالى ها سيدا أوجد وحن صوت المعنى إما كان أينو لنا هاي وهي أعظم النعم وهي أعظم نعمة ونعموين كإلهي بحيو تقوين مركا وايوة تلقو بدبادايو آخر إيا مركاس الدنيا دا وحقوها ليا مركا أدونكو هنون آخرية الدنيا مركز أو كبد بادي مركز. هذا ولا ليال فلا فوز ولا نعيمة ولا فلاح ولا نجاح الدون كهلي مايو قول رين رين نعمة برواقو إيو وحيالها أو قفكو أو كوش إيد مركز لغو فرحو ها إنو قفكو كهانون ما هنا إلهي سبحانه وتعالى جيت كيسا أو نكال يحضو جيتك أو إلهي إنو قد دي oo ah kuwa loo cadhooday eenan ku soo sharaxnay inay yihiin awalan yahuudda sabu nabigeenu sallallahu calayhi wasallam oo ku fasiray, iyo laba wixii la dhaqan ah ee xaqa ogaaday xaqa diida wayna badan yihiin zamankeena. Markaa daaliinna maxaa nidhi waa kuwa lunsan nasaarada ugu horeysa oo calanka sida. Maxaa ku tabasafmaya? Qofkii isagu cilmiga intuu baran waayey cilmiga markaas ilaahay si jaahilnimo ah u caabuda ee waxa weyn camal la yimaada. Insha allahu tacaala gadaalna waad ka arki doontiin sida aan u bayaamiyo insha allahu tacaala, ama culimmada ay nagu bayaamiyeen marka aan soo ururiyey macaanidan markaa iyadoo markaa faahfaahsan. Sida awgeed walaalayaal, haddaba waxaynu leenahay hidaayadu waa deeq ilaahay oo bixiyo tabaaraka wa tacaala. Addoommihiisa qofku doonana qalbigooda ayuu ku ridaa. Sidaana Alla ayaa qur-aanka inoogu warramay oo inoogu sheegay oo wuxuu yidhi fii suuratu leyl alwadaa taqaanaan fasanuyasiruhu
لليسرى. ها محايد مركا عيد بحكوري فمن قفكي إلهي كبقى إيه إلهي درتي وحب حيا ها إيه إلهي دريقي سقاضة إلهي وحوف وذيني يا دريقة جندة وحوس كل النور رمي الله سبحانه وتعالى قفك بخيلة إيه كافتوما إيه لا عقل ينقص عنيا ها فسنيسره للعسرة دريقي أتكاب الله فوذينيا ونار مركا جينيا هدبا سيدو كالله الله سبحانه وتعالى سورة التوبة وحو كيني وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون الله سبحانه وتعالى ما أهان المظلم يقوم مركو هديك بعد جيد ها إلا أو عديو وح طريق صح هي الطريق بادلك ها سيدو كالله الله سبحانه وتعالى وحو إنه غور رمي كوا دي دي هانونك إلهي إلهي وحو كو أبا المريي إنه كل إحدان حقا مرك إيهو كل إحدان والله سبحانه وتعالى سورة أنفال محوكوين وحو يا أيها الذين آمنوا كوا إلهي يا نبي سبرهم إيهو استجيبوا أجيبا لله الله وللرسول يا رسولك إذا دعاكم مرك أيدين كو يدان أما رسولكم مرك أيدين كو يدو لما يحييكم وحيد النولينية وحي وقلبي النولينية وإله إذن كحرية واعلموا وحد قاتان أن الله ألنا يحول إنو كلا دحت يدو كلا دح قلو أو تاد يعني وحوين بين المرء وقلبه الله سبحانه وتعالى سأي حديث طيب نوت المانتي قلبي جيس قلب لبدي فريه ألين أيو قلبي من آدم كجرى سيدو دون الله سبحانه وتعالى أو قد قديا إذن قفكو هدي أو حق جعل آذنا إلهي خير أي أفر يهدو حق نعذنا حق هدية أو نعنا وحا صورة قلقة إن الباب كي شرك الله أفر كي خير كان مركا لغا حلو سيدو كلا ددك مركا إيقو عليي إيك ديدي هداية دي ها محاي دعي مركا صوب أو نقطي إن الهدين يعني آية دا معنى دوا محاي قوفك هدي هداية اللغو يارو oo hidaayadii loogu yeedho uu diido oo khayrkii marka uu diido maxaa marka ay natiijadu noqonaysaa diiditaanka uu khayrka diiday inuu ilaahay sabab uga dhigo inaan lagu hanoonin qalbigiisii khayrka marka hal isjiro waxa loo baahan yahay in la baraarugsanaado walaa ikhwatal karaam wallahu tabaaraka wa ta'aala sidoo kale alla subxaanahu wa tacaala wuxuu inooga waramay kuwa quluubtooda leexiyey oo kuwa qulubtooda khayrka ka leexiya hanuunka ka jeestay aad baynu farbadan yihiin zamankan aynu joogno ha ilaahay kuwa muxuu ku abaalmariyey jazaa'an wifaaqan abaalmarin oo dhigma waxa ay la yimaadeen iyaga xaqi ka jeestay soo ma xaqi markay ka jeesteen ayuu alla subxaanahu watacaala jacaylka ay jeclayeen xaqiina ka jeesteen buu ilaahay subxaanahu watacaala uu ka jeediyey sidaa awgeed qalbigooga لما هدينا إلى أين سبحانه وتعالى سورة أنعام حكولي ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة الله وحليه وان قد قدينا قلب يدو ذا إيا أرق يدو ذا سدي أين أرمينين قرآنك إيا حق إيا هداية دو تمدي مركي أقوه الرئيسي آيات كلام حياة فلما زاغوا أزاق الله قلوبهم مركي اللي حدان إله قلوبته ذي مركي اللي حيين هذا الله سبحانه وتعالى الضونكو هدي أو كل هذا حق قلب جيسا لقوا ما هنونيو إنه يسو خير كما أركا قلب جيسو خير كما أركا إفتين كنورك مهلو كو أركي ميسد ميلا حق يسوغو جوغا وحد كو أركي يسادولك بادلك يسار كي يسوغو جوغا عالن كبادلك يسوغو سيدا ووحويا المركاز كد داليا سأسولي الله سبحانه وتعالى ما إذن أقواش علمدة أقوال فربضن أيا كسوغن آيادة كما لم يؤمنوا به أول مرة ها هدبك أغو راجح سن من أقوال المفسرين علمدة وحليهن وجزاء وفاقا قوفكو وحلو أبا المرين أيا وحي أولي مدى وحلمدة هدو حقي كجي سدي قلبي سلقو هنونين مايو سدعو قيد وحفي عن قوفكو إنونا لدقا لمن حقا waxaa laga yaabaa isagoo walaalayaal zamankeena inaynu joogno soo qofku rabo mansab ama shaqsi inuu madaxweyne noqdo ama inuu wasiir noqdo ama inuu boos helo ama inay qabiil ay gruub ay ku soo baxaan ama qabiil ha noqdo ama xisbi ha noqdo ama waxay doonaan ha noqdaan marka in lagu xadgudbo
إلهي سبحانه وتعالى شريعتيسي waxaa laga yaabaa qofkaasi isagoo sidaa leh adduunyadana inuu waayo dembigiina ku dhaco. Waayo qur-aanku wuxuu noo tilmaamay qofka adduunye doona haddaan doonno waan siinaynaa buu alla subxaanahu watacaala liman nuriid, qofkaanu doonno markaa. Ina walaalayaal, sida saxdii waxa weeye in shaa allah in xaqa la qaato, had iyo jeerna aad ogaato nin baa waxaa la yidhi masaladaas dhowr jeer loo soo celceliyey. Arday baa ku yidhi macalinkiisi macalin ii dardaaran, markaasuu yidhi yani sheekhiisi nin weyn baa u yimid, wuxuu ku yidhi sheekhow sheekhaygiio ii dardaaran, markaasuu yidhi waan ku jeceloo nin fiican baa tahay, kelmadda aan ku celceli ina allaha yaraanii, ilaahay wuu arkayaa. Wuxuu yidhi markaa ninkii dembi wallo igu soo dhaca kelmaddii uman xasuustaa ina allaha yaraanii, ilaahay bay arkayaa. Sida awgeed nimankan cadow diinta la dagaalamayo ama waxa weeyaan uu calankoodu uu ku xidhan yahay safkan kale khilaafsan diinta haystow, halla isjiro. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi dad walboo loo bayaamiyey, annaguna kalaamkii culimmada iyo kalaamkii alle iyo kalaamkii rasuulka ayaan sheegayna sallallahu calayhi wasallam, marka halla isjiro. Idan mas'aladaasi waa mas'alo runtii aad iyo aad u muhiim ah. Sidoo kale alla subxaanahu watacaala waa allah hidaayada bixiya, deeqda hidaayada allah fadli allah mutafadilka ah weeyaana deeq inagu leh weeye qofkii hanuun la siiyey. Allah subxaanahu watacaala suuratu qasas wuxuu ku yidhi isagoo rasuulkiisii la hadlaya innaka laa tahdi man axbabt walaakina allaha yahdi man yashaa. Haddaba mucallinka iyo qofka wax tarbiyadaynaya iyo waalidka innamaa huwa baadir, waxay yidhaahdaan culimmadu waa qof shinnihaya oo waxa weeyaan siirkii yacni ama haruurkii iyo garowgii ama masagadii qofku moo la shinniyeya soo ma, waxdaysaanad u firidii markaasaa dhulka hoosteeda aad ku aasaysaa, laakiin soo bixinteeda iyo inay aflaxdo adiga taas shaqada ma, ilaahay mas-uuliyadda markaa ay saaran tahay, ilaahay baa la markaa. Marka innagu shaqada aynu wadnaayey waxa weeyaan inaynu dadka wax u sheegno, ilmaheenna inaynu ku baraarujinno khayrka, laakiin xaqa inuu qaato taasi ilaahayin baa iska leh. Shinnidaasi ay beerleydu hoosta marka ay qodaan saa lagu daadiyo ama cagaf la mariyo ama dibi la mariyo oo haddana ay soo baxdo iftiinka marka ay soo yar baxdo ay soo socoto haddana la baaqbaaqo ilaa adiga inaad goosan doonto ma ogid. Haddaba sidaasoo kale ayuunba markaa culimmadu idhaahdaan qofka la tarbiyadaynayana yacni qofku inuu gaadhsiiyo uunbaa saaran, laakiin inaynu aaminna weeye inagu sabab uunbaynu nahay, laakiin guusha iyo khayrka waxaa lagu helaa lagu gaadhaay alla subxaanahu watacaala hanuunkiisa weeye. Haa, si awgeed culimmadu waxay idhaahdaan waxaad arkaysaa laba hablood oo walaalo guri ku wada koray ama laba wiil oo guri ku wada koray oo tarbiyad isku mida lagu soo koriyey oo aabbiyo hooyo keliya hata ay soo koriyeen, ayaa waxaad arkaysaa mid ka midihi inuu ku sugan yahay xaaladiisu min alqabuul wasalaax waliqbaal, yacni inuu cilmigii fahmayo, diintii jecel yahay, khayrkii aw la socdo. Ka kalena waxaa laga yaabaa ama gabadha kale ama wiil kalena waxaa laga yaabaa in arrinkaasi uu ku adag yahay inuu sidii buur fuulaya oo kale uu yahay oo marka uu ka jeestay una xaqii la socon. Idan ereyadaasoo dhan amsilaan soo qaadan waxay noo tilmaamayaan ilaahay in la isku xidho, macaanida suuratu lfaatixana in lagu tadaburo oo la isweydiiyo oo la raadiyo, runtii waa arrin aad iyo aad muhiim. Waxaan jeclahay hal mithaal ayna halan ka tilmaamo. Imaam weyn oo wada taqaanaan imaam alkhaliil ibni axmed alfaraahiri waxa weeyaan wasiiba weyhi macalinkiisi iyo kiisaai, yacni luuqa alcarabiya ama cilmi alcuruud aynu imika isticmaalayno ama dad baan isticmaalaan waa imaamkii iqtiraaxay. Isaga iyo imaam shaaficina waxa la yidhaha cabaaqiradu waa laba oo bayska u dejiyey, ayaa waxa ku riyooday baa layidhi ardagiisii, markaasaa wuxuu ku yidhi sheekhaygiyow kayfa wajadta rabbak, sideed ilaahay kula kulan maxaad ilaahay yacni kala kulantay? Markaasuu yidhi cilmi alcuruud iyo naxwihii iyo sarfigii iyo wixii oo dhan ima anficin, laakiin dumar aan u waaweyn dumar da waaweyn
oon faatixada u dhigi jiray tii buu ilaahay subxaanahu watacaala igu dambi dhaafiyo janna marka igu geli. Hadaba walaalayaal, suuradani waa suurad weyn weya. Waxaa ku filan ilaahay subxaanahu watacaala inuu yidhi walaqad aataynaka sabcan min almathani walqur'aan alcadiim. Sidoo kale waxaa ku filan in sida culimada qaarkood ay leeyihiin in ay noqoto ama sida uu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam, qofka aanan akhriyin salaada suuratu lfaatixa salaadiisu inay baatil noqonaysa ama ay naaqisa noqonayso. معاني فربضا أيان كجر وأنا جهر أنا وصوت المعنى يعني رمضان كي ورد سورة الفاتحة إيه نكسو هذا إيه. لكن ابن القيم رحمه الله منازل إياك نعبد وإياك نستعين شن مجلدات بمركا أو كقرى مركا. هذا بقى وإخوة الكرام مسألة ده سوى مسألة مهمة إن أي نؤمن هنوم حق إلهي هم كيما دا إذا هذا وأنا جو قيمنا لبا تبعي هذا جود ما كهذا يا تتوسطان كا iyo u sheegitaanka iyo baritaanka iyo tawaafajinta waafajinta ilaahay unbaa iskale. Hata kalena ilaahay makhluuqaadka ugu deeqay, sida awgeed nabigeena sallallahu calayhi wasallam oo ah ilaahay waxa uu abuuray dadka ka ugu cilmi badan, nebi maxamed bayaamin la bayaamiyo afsaxu lisaan isagoo ah dadka wax sheega isagoo ugu bayaan badan, carabkiisuna oo ugu fasiixsan yahay, haa ayaa haddana hadalkiisii ay gaaladu mushrikiintu ay diideen. Waayo waxaa suuragala walaalayaal, qofku waxa uu sheegayo haddii uuna carab wanaagsan auna lahayn oo hadal toosan aan lahayn, waxaa laga yaabaa inuu bayaamin kari waayo. Laakiin rusushu iyagu waxay ahaayeen afsaxu lumma. Sidaa awgeed ambiyada calayhi salaatu wasalaam akmalu naas arintaasi ay ahaayeen kuwa ugu markaas kaamilsan, ilaa Allah subxaanahu watacaala markuu uu la hadlayay rasuulkeena iyo rususha kaleba, isagoo rasuulku sallallahu calayhi wasalam qalbiga u dejinaya murugada haysa, muxuu yidhi markii ay qoomkoodu ay ka jeesteen ee hanoonkii ay ka jeesteen, muxuu ku yidhi ay Allah subxaanahu watacaala rasuulka isagoo qalbiga u dejinaya aayadda suurada aanu akhriyo suuratu lfaatixa jimcaha la akhriyo فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. أيضا إن وضع آخرنا نبي محمد وحاد مدنته الله أركوا الله غيابا إن أد نفتا ده لاقدو سادرات كود أو هايس سادر حقوش شاقي سيئون أي كاجي يستين أين كرمينين هذا الكاغا إن أد مركا أي مروغا أدس ديشا مركا أي مروغا مركا أد مروغوتو ها بساسو أي حايان مركا. هذا برو سوشي أو أخ أفسح الناس وحي أو كسعدو malaag jibriil oo u imanayo waxyiga ilaah ku socdo ayaa markaa hidaayadoodii markaa ay dadku diideen. Idan waxaa loo baahan yahay masaa'ishaasoona ina markaa aynu ku barbaraarigno. Sidaa awgeed nabigeena sallallahu calayhi wasalam dad baa ka maqlay afkiisa mushrikiintii abu lahab abu jahal iyo kalaamka qur-aanka iyo xadiiska rasuulka ka maqleen afkiisa, laakiin haddana kumay hanuunsan. Haddaba gacanta ilaahay uunbuu ku jiraa hanuunku haddii ilaahay uu ku hanuuniyey inaad ilaahay subxaanahu watacaala aad u mahadnaqdaa loo baahan yahay. Leyla nahaar saasaa walaalayaa loo baahan yahay. Haa, dad fara badan oo kaa aqoon badan ama ilaahay subxaanahu watacaala dakaa caadiya auna siini dakaa yani aan caadi ahayn au siiyey yani caqli aada u sarreeya fara badan uu siiyey xagga caqliga bani aadamka, ayaa haddana cilmigoodii iyo caqligoodii wuxuu sabab u noqday inay lumaan ayuu sabab u noqday. Haddaba addoonku dakaa aan wadanin zakaa bay culimmada yidhaahdaan meel ma tagto. Haddii caqli badidu iyo maskax badidu nin caqli badan oo cilmi badan oo intaasoo shahaado haysta haddii ayna tasgiya la soconin oona daharitaan ilaahay la socon oo hanuun la socon waxba ku tari mayso. Waxaba laga yaabaa inay soob u noqoto hidaayada inay markaa ay kaa joojiso oo qofku is yidhaahdo anigu maxaan wadaadadan lagu hagaagaaban iyo waxaan masaakiinta halkan socota yacni waxa weeyaan anu aqoontaasaan leehay cilmigaasaan leehay anugu kuwani lamid mayhi. Markaa arrinkaasina waa arrinkii ambiyada ilaahay lagu yidhi oo ilaahayna subxaanahu watacaala uu ku yidhi kuwa masaakiinta alla fariista hana ka tegina. Haddaad ka tagtaan kuwa khatar ayaad markaa aad ku sugan tihiin. Haddaba cilmiga iyo caqliga badan hadduuna ilaahay kugu xidhayn waxaa laga yaabaa sabab inuu u noqdo inaad alla subxaanahu watacaala aad ka goodo ama hidaayada uu kaa jeediyo. Haddaba waxaynu leenahay ikhwata alkiraam, nicmadan hanuunku waa nicmad weyn. Sida awgeed
waxaa loo baahan yahay inaynu ku baraarugsanaano xaalad walba marka aynu ku jirno. Sidaa awgeed waxaan leenahay addoonku wuxuu u baahan yahay inuu macaanidan sheegayno ee suurat alfaatixa ku jira aw barto, inuuna ogaado alla subxaanahu wa tacaala nicmadeed nicmadiisu qadarka ay leedahay, iyo hanuunka alle qofka uu hanuuniyo inuu khayr badan markaa aw ku sugan yahay. هذا نوفي رسول الله الله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ها هذا بقى نعمة داس أما إنعامك إلهي وحو تيري الله أيامك اسكو تيري ها عرضنا لو ما تيري نوفي رسول الله آيات الله سبحانه وتعالى وحو لي سوما صراط الذين أنعمت عليهم واحد نقوها نونسا الله جدكي الله واحد الله سبحانه وتعالى إن شاء الله صلاة دي بقى سوق شيء صلاة دي نسوت كنينا بارك الله فيكم جزاكم الله خير.